في مواكبه لمختلف المهرجانات في بلادنا نهار 27 اوت الجاري باش موعد مهرجان الالوان في نسخته الثالثه بمدينه الحمامات هذا ما تم اعلانه اليوم خلال ندوه صحفيه لتقديم برمجه الدوره مهرجان الالوان هو تقليد وفي ليه تونس منذ سنتين، فضاء يجمع عديد الشباب قاسمهم المشترك ان يستمتعوا بالموسيقى المتنوعه ويوزعوا الالوان في كل ارجاء الفضاء اللي موجودين فيه. هذه السنة ينتظم المهرجان في دورته الثالثة باش يلتئم بأحد الفنادق الخاصة بالحمامات يوم 27 أوت 2016 بداية من ما ثلاثة العشية حتى منتصف الليل إن شاء الله سنة الظروف تكون ملامة كما عم ناول إن شاء الله النهار يتعدى لباس ما غير انسيدان عم ناول لو كان انترفانسيون الأمن لما لأ الحماية المدنية إن شاء الله سنة زادة يتعدى إفن مون ناجح ما غير حتى مشكلة القائمين على هذا المهرجان أكدوا خلال ندوتهم الصحفية لتقديم تفاصيل هذه الدورة. دورة ان صعوبات عديده واجهتهم خاصه في استقطاب المستشهرين لتمويل الفنانين اللي جايبينهم من خارج تونس. احنا منش معاملين عليهم دو توت نحاولوا باش نكبروا المهرجان بالسياسه بالسياسه كل عام نحسنوا فيه شويه اثناء حاطين التحسين والانفستيسمون اللي زاد زدناه في السان حبينا باش نعملوا لها ان باش نقربوا شويه اللي نشوفوه لبرا. الدوره الثالثه لمهرجان الالوان رهان كبير من الجهه المنظمه من اجل استقبال يليق بضيوف هذه التظاهره والتاكيد على دور الجهات الامنيه التي سبق ان نجحت في تاطير هذه التظاهره والتي على عاتقها مسؤوليه هامه خلال هذه الدوره